طبعا الموقف مذهل وهوليوودي بامتياز بالفعل. تخيلي أن تعلقي في الفضاء لمدة أشهر، وهذا تماما ما حدث مع رائدي الفضاء ويل مور وسوني ويليامز بعد أن تعطلت مركبة الفضاء ستار لاندر التابعة لشركة بوينغ، وعليه قررت وكالة ناسا بعد أسابيع من محاولة معالجة المشاكل في المركبة الفضائية أن تستعين بمركبة الفضاء أو كبسولة الفضاء دراجون التابعة لشركة سبيس إكس. طبعا هذا التغيير، هناك يعني التغيير كبير بين الاعتماد على شركة بوينغ والتي تواجه أصلا مشاكل بسبب قضايا متعلقة في السلامة. ما واجهه هؤلاء الرائدان هو أولا رائدا الفضاء، أولا كان من المفترض أن تكون المهمة لمدة 8 أيام، انطلقت في يونيو الماضي، مطلع يونيو الماضي، لكنها ستستمر لمدة 8 أشهر. كان هناك عطل، أكثر من مشكلة حقيقة في مركبة الفضاء ستار لاينر. أولها كان هناك أكثر من تسرب لغاز الهيليوم، كذلك هناك مشاكل في محركات الدفع الخاصة في التحكم، 5 محركات يا راوية. لذلك يعني ستعتمد وكالة ناسا يعني ألا تقامر بحياة هؤلاء الرواد، وستعتمد على سبيس إكس لعودة الرواد.